ماشي جنب الحيط. ما كنتش أقبل على نفسي قرش حرام. عمو عمو، في ربع جنيه وقع منك. الله يبارك فيك يا ابني. لحد ما جه اليوم الأسود. لما أبويا اتنصب عليه وعرفت إن فلوسه كلها راحت في الريان. ده بقى كيس بلح أبريمي، إنما يشرح الصدر. أنا أصلي بقى بس مال، وكل ما أمضى عقد لازم أوزع عليه كيس بلح. الصدمة كانت شديدة قوي عليا. ساعتها بس حلفت لاخد طار أبويا من الدنيا. جبتها من تحت، نزلت الموالد. ولعبت بالثلاث ورقات. بص على المزه يا باشا، بص على المزه، اهي اهي المزه. يلا قول لي فين المزه، فين المزه؟ الورقه عجزت يا جدعان. اتعلمت ازاي اسرق الكحل من العين. دهنت الهوا دوك. الناس بقت تعد صوابعها. ايه ده؟ بعد ما تسلم عليا. صوابعي يروحوا فين؟ ما تخافش هيطلع لك غيرها. اتعلمت ابيع اي حاجه لاي حد. بكام ده يا شيخ؟ دي ببلاش يا راجل يا طيب، لكن وهبتها 5 جنيه. لابن العصفور يا لابن، لابن العصفور يا لابن. البليه لعبت معايا وفضلت ماشي في الطريق ده لحد ما شفتك. قلت هي دي بنت الحلال اللي تحافظ على بيتي وعيالي.